طيبات ما كسبتم الخامسة هي حملتنا السنوية لتوزيع الأرزاق الجافة واللحوم وبيض المائدة والتمور إلى آخره من أجبان وما شابه، كل ما تحتاجه الأسرة العراقية في شهر رمضان. كل عام نبدأ من نهاية شهر شعبان إلى نهاية شهر رمضان بتوزيع هذه السلال الغذائية في النجف الأشرف المقر العام وفي جميع الفروع في المتوزعة على محافظات العراق وأقضيتها ونواحيها.